الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عمان العظيمة. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني. أعزائي المستمعين، لعب الأسطول العماني دورا كبيرا في عهد السيد سعيد بن سلطان، وعظمت قوة هذا الأسطول وتنامت قوة عمان البحرية في عهده، مما كان له أثر كبير على ترسيخ الوجود العماني وعلى قوة الإمبراطورية العمانية، وكذلك على علاقات عمان الخارجية. وتعد فترة حكم السيد سعيد بن سلطان من أكثر الفترات قوة وازدهارا في التاريخ العماني، حيث حقق خلالها الكثير من الإنجازات لصالح عمان، وتوسعت الإمبراطورية العمانية في عهده لتشمل مناطق جديدة لم تصلها من قبل. ومما لا شك فيه مستمعينا بأن الأسطول العماني ساهم بشكل رئيسي في كل ما تحقق لعمان طوال تاريخها الطويل وطوال فترة حكم السيد سعيد بن سلطان. وعليه ولما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، كما تطرقنا إليه في فترات زمنية مختلفة سابقا، فإننا نعود ونتحدث عن موضوع الأسطول العماني والقوة البحرية العمانية، ولكن هذه المرة في عهد السيد سعيد بن سلطان، رفقة ضيفنا العزيز في استوديو برنامج من التاريخ العماني الدكتور محمد بن حمد العريمي، الباحث في التاريخ العماني. أهلا بك دكتور محمد، ونرحب بك في برنامج من التاريخ العماني. أهلا بك أستاذ أحمد، وأهلا بالمستمعين الكرام. بارك الله فيك، وننطلق بإذن الله مستمعين الكرام رفقتكم ورفقة هذه الرحلة التاريخية، على أمل أن نقدم لكم محتوى تاريخي متجدد ومفيد بإذن الله من خلال موضوعنا لهذا اليوم، الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. حياكم الله. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. ننطلق وإياكم مستمعينا الكرام رفقة أول تساؤلات هذا البرنامج التي يعدها الدكتور محمد الشعيلي، وأيضا نضيئها بإذن الله مع ضيفنا العزيز الدكتور محمد العريمي. التساؤل الأول دكتور محمد، نقدم في البداية نبذة مختصرة عن وضع الأسطول العماني ما قبل فترة السيد سعيد بن سلطان.
عرف العمانيون الملاحة منذ أقدم العصور، وهذا أمر طبيعي نتيجة لموقع عمان الجغرافي والاستراتيجي، قربها من حضارات مختلفة، العنصر البشري العماني وحبه للمغامرة. لذلك كانت هناك علاقات تجارية قديمة مع الحضارات القريبة، سواء كانت حضارات بلاد العراق، بلاد الصين، بلاد الهند، الفراعنة، بلاد الحبشة وغيرها. أيضا هذه العلاقة مع البحر امتدت في العصر الإسلامي، رأينا أبو عبيدة عبد الله بن القاسم أول من يصل إلى الصين 164 هجرية تقريبا. مر الأسطول العماني بحالة ضعف في فترة ظهور البرتغاليين وما أحدثوا من تغييرات سياسية في المنطقة وساحل المحيط الهندي، وهي المناطق التي كان العمانيون يتاجرون معها، ولكن مع ظهور دولة اليعاربة أعاد النشاط التجاري وعاد الأسطول إلى قوته، ورأينا ذلك من خلال الحملات التي أرسلها الإمام سلطان بن سيف وأرسلها ابنه سيف بن سلطان إلى سواحل الخليج والهند، انتهت بتحرير منباسة 1695. ثم أتى عهد البوسعيد، ورأينا في عهد الإمام أحمد بن سعيد أن الأسطول العماني كان يتكون من حوالي 4 سفن كبيرة مزودة بمدافع لا تقل عن 20 مدفع، بالإضافة إلى عشرات السفن الصغيرة. امتد هذا الاهتمام في عهد ابنه السيد سلطان بن أحمد، والدليل على ذلك أنه يعني أن رقعة عمان الجغرافية امتدت لتشمل عددا من المراكز في منطقة في ساحل الخليج العربي. ثم أتى عهد السيد سعيد بن سلطان، وفيه شهد الأسطول العماني ازدهاره الكبير. جميل، وربما عطفا على حديثك دكتور محمد يتضح جليا من تاريخ عمان على مر الأزمنة والحقب بأنه حالما يكون الأسطول البحري مزدهرا فإن الأطماع الخارجية تتلاشى، والعكس يحدث في حال حدث تدهور فيما يخص الأسطول أو شؤون الأسطول عموما. أنت ذكرت هذه الحقبة المهمة التي كان لها أثر في ازدهار الأسطول، وربما أحد الأسباب هذه أنه كانت هذه الإمبراطورية مترامية بين طرفين، شقين آسيوي وأفريقي. نتساءل عن أثر اختيار زنجبار عاصمة أخرى للإمبراطورية العمانية ومقرا للحكم العماني في بقعة بعيدة جدا عن الشق الآسيوي باتجاه الشرق الأفريقي. أولا، العلاقة مع زنجبار وساحل شرق أفريقيا هي علاقة قديمة، وورد ذكر لهذه العلاقة في كتاب الدليل الملاحي للبحر الأريتيري أن هناك علاقة منذ أكثر من 2000 عام. أيضا لدينا هجرات العمانيين المتوالية، ابتداء بهجرة سليمان وسعيد بن عباد بن عبد في العهد الأموي، هجرة الحرث، دولة النباهنة في بتة في 7 هجرية، كلها تعطي إشارات إلى عمق التواصل قديم بين الطرفين. السيد سعيد أيضا كان رجلا تاجرا اقتصاديا، اهتم بالاقتصاد أكثر من كونه رجل سياسة، وقال هذا الكلام لأحد الرحالة الفرنسيين وهو جوبينو، قال له إنني تاجر قبل أن أكون سلطانا. أيضا هناك عدة عوامل جعلت السيد سعيد يهتم بزنجبار، من بينها أسباب سياسية هربا من المشاكل والقلاقل السياسية في منطقة الخليج، أسباب جغرافية واقتصادية، موقع زنجبار الاستراتيجي المهم، توافر المياه العذبة، الجو، عمق الميناء واتساعة، أيضا بعدها عن القبائل الأفريقية المعادية في 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 ساحل البر الأفريقي. كل هذه العوامل أدت إلى أن يختار زنجبار كعاصمة ثانية له. عندما وصل إلى زنجبار قام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها تعديل النظام الجمركي 5% على الواردات، إعفاء الصادرات، الاهتمام بالزراعة وبالذات القرنفل. كل هذا أدى إلى توافر ثروة اقتصادية هائلة، جعلت من زنجبار مركزا لتبادل السلع من وإلى شرق أفريقيا. أيضا هذه الإمكانات الاقتصادية ساعدت السيد سعيد في بناء أسطول تجاري وعسكري يستطيع من خلاله أن يحمي إمبراطوريته المترامية في الأطراف. كونها أصبحت ثروة اقتصادية، نعم. فباب التطوير والتوسع كان واردا جدا أمام السيد سعيد بن سلطان، نعم. وهو الذي يملك عقلية تجارية مثل ما قلت قبل قليل دكتور محمد. طيب، وصف الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بأنه كان يحتل المرتبة الثانية دكتور محمد بعد الأسطول البريطاني، ما حقيقة ذلك؟
على حد تقدير خبراء البحرية الملكية البريطانية في ذلك الوقت، كان الأسطول العماني يستطيع نقل حوالي 20,000 مقاتل. 20,000 مقاتل بحسابات ذلك الوقت كان عددا كبيرا، وكانت له قواعد رئيسية على الساحل الشرقي للخليج أو على السواحل العمانية أو على السواحل الأفريقية، وكان هذا الأسطول يقوم بأدوار تجارية في مراحل السلم. إشارات مختلفة سنتطرق إليها لاحقا كلها تشير إلى مدى القوة والإمكانيات والتجهيزات الذي كان يتمتع بها هذا الأسطول. جميل، وهذه نقطة في غاية الأهمية، سنتحدث فيها عن مرونة الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان الذي يقوم بأدوار مختلفة، يعني ممكن القول بأنها اثنين في واحد. الآن سنتطرق إلى وصف هذا الأسطول الذي قيل عنه بأنه يحتل المرتبة الثانية بعد الأسطول البريطاني، وسنتعرف على الأسباب والتفاصيل التي إن شاء الله تعطينا إجابة شافية. نبدأ أولا الحديث عن السفن التي كان يتكون منها، ما عدد هذه السفن؟ لا نستطيع أن نعطي رقما محددا لعدد سفن الأسطول، ذلك أن الرقم يختلف من فترة إلى أخرى. السيد سعيد في البداية كان في عمان، ثم ذهب إلى زنجبار، الخريطة العمانية اتسعت، أيضا الوضع الاقتصادي اختلف، وبالتالي في كل مرة كان الرقم يختلف، وهو باختلاف الحاجة، باختلاف الحاجة، لكنه كان يتصاعد. بشكل عام يمكن أن نقول أن عدد سفن هذا الأسطول يتراوح ما بين 70 إلى 100 سفينة مختلفة الأحجام، فرقاطات، بوارج، طرادات، سفن شراعية، بل أن هناك كانت سفينة تجارية سنتطرق إليها، وكانت هذه السفن مزودة بمدافع تتراوح ما بين 74 مدفعا كما في السفينة ليفربول إلى مدفعين في السفن الشراعية الصغيرة. جميل، حتى السفن الشراعية الصغيرة. نعم. جيد، أين كانت تصنع سفن الأسطول دكتور محمد، وهل هي إنتاج محلي أم في أماكن معينة؟ أيضا من خلال تتبع صناعة عدد من هذه السفن نجد أن صناعتها كانت تتوزع على عدد من المواني. أبرز هذه المواني كانت المواني الهندية، ربما لبراعة الهنود في مجال صناعة السفن، وأيضا أن عدد من هذه السفن كانت سفن كبيرة، فرقاطات وبوارج، ربما ورش الصناعة في عمان لم تكن لتستطيع أن تصنع مثل هذه حتى السفن. الموارد ما كانت لتحتمل، بحكم أنه في نوعية من الأخشاب وهناك نعم. اشتغالات وعمالة نعم. أيضا تقوم على ذلك. على سبيل المثال، من أبرز أماكن صناعة هذه السفن مومباي في الهند، صنعت فيها عديد من السفن مثل شاه عالم، أرتميز، ليفربول، فيكتوريا، سلطانة. لديك أيضا كوتشن أيضا بجنوب الهند، صنعت بها عدد من السفن مثل الطراد الرحماني، بيدمونت، تاج. أيضا هناك سفن صنعت في الهند في أماكن مختلفة مثل مونتي، إنجلاد، مبونا، كارولين وغيرها. كذلك من بين أماكن صناعة هذه السفن الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا السفينة سالم، ويقال أن هذه السفينة صنعت عندما ذهب أحمد بن النعمان الكعبي في الرحلة الشهيرة على متن السفينة سلطانة في 1840 وبنيت هناك. وهناك سفينة أخرى يقال أنها صنعت في أمريكا وهي فيستال. لديك أيضا سفن صنعت في زنجبار مثل سلطانة وأفريقيا، وهناك سفن صنعت في مسقط مثل السفينة مصطفى وربما شط الفرات. هناك سفن أخرى مختلفة ولكن لا تذكر لنا المصادر أماكن صنعها. لاحظ تنوع هذه المواني، وهذا التنوع يعطيك دلالة على مدى العلاقات التي كان يتمتع بها الأسطول أو كان يتمتع بها السيد سعيد بن سلطان مع عدد من المناطق في تلك الفترة. جيد، وأيضا ربما من خلال هذه الصناعة مترامية الأطراف دكتور محمد نجد في أكثر من سفينة بأنها يعني لا تعتمد طراز واحد للسفن العمانية المعتادة تقليديا مثلا كما هو في الأسطول أسطول دولة اليعاربة، ولكن اختلف الشأن، فكانت هناك السفن التي تتمتع بطراز أوروبي، كانت تتمتع بطراز مختلف، تعددت أشكال الشراع من المثلث المعتاد في شبه الجزيرة العربية إلى المربع وما إلى ذلك، وربما سنعرج على ذكر هذا لاحقا إن شاء الله. تحدثنا في فترة سابقة دكتور محمد عن سعة استيعابية للأسطول العماني تضاهي 20,000 مقاتل. جيد،
هذا رقم كبير على مستوى العناصر أو الكادر الذي بإمكان هذا الأسطول أن يحمله. ماذا عن القوة البشرية التي يتكون منها هذا الأسطول؟ أيضا لا توجد إشارات كثيرة إلى أعداد القوة البشرية التي يتكون من هذه الأسطول، لأن أنت لديك سفن مختلفة. هذه السفن أحيانا تستخدم في التجارة، ثم تستخدم في استخدام عسكري. هذه السفن أيضا تختلف أحجامها، تختلف سعتها، أيضا أحيانا أنت مدى حاجتك إلى القوة البشرية، سواء كانت في معارك نوعية هذه المعارك أو حاجتك إليها تجاريا نوعية هذه التجارة، فلا تستطيع أن تعطي رقم. الإشارات القليلة لدينا هو التقرير الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو تقرير خبراء البحرية الملكية البريطانية أن الأسطول العماني يستطيع نقل حوالي 20,000 مقاتل، وإشارة أخرى تعود للتاجر الأمريكي أدمون روبرتس الذي ذكر في وصفه للأسطول العماني في زنجبار 1833 تقريبا أن هناك حوالي 100 مركب عليها 6,000 مقاتل. فهذه أبرز الإشارات التي وردت حول القوة البشرية التي بإمكان الأسطول العماني أن يحملها. جيد، نتحدث عن القواعد التي كان يتوقف فيها هذا الأسطول سواء في الشق الآسيوي أو الشق الأفريقي من الإمبراطورية العمانية. كان للأسطول العماني زمن السيد سعيد بن سلطان قواعد عديدة تنتشر على حدود الإمبراطورية العمانية بشقيها الآسيوي والأفريقي، من بندر عباس إلى رأس دلجادو قرب موزمبيق. لعل من بين أبرز هذه القواعد، أولا لديك الساحل الشمالي الشرقي للخليج، لديك بندر عباس، سياب، لنجة، قشم، هرمز، لارك. لديك على الساحل العماني، امتداد الساحل العماني، عدة قواعد في مسقط ومطرح وصور ومصيرة وجزر الحلانيات. لديك في الساحل الأفريقي أيضا قواعد مثل منباسا، كلوة، لامو، مقديشو، زنجبار، مركا. هذه أبرز القواعد التي كان يتركز وينطلق منها الأسطول العماني. جميل، قواعد كثيرة، ولكن ألم تكن هناك مثلا قواعد مفضلة في رحلة الأسطول؟ يعني أشبه بمحطات دائمة يستخدمها الأسطول في تنقله من الشق الآسيوي إلى الشق الأفريقي؟ يعني أنت لديك مثلا مسقط بحكم أنها العاصمة، وبحكم أنها أيضا يعني تركز فيها مركز الحكم، وبالتالي كانت السفن لا تنقطع عن ميناء مسقط. ولديك مطرح أيضا بحكم أيضا كونها ميناء تجاري نشط، وإحنا ذكرنا أن هذا الأسطول هو ليس أسطولا عسكريا فقط، بل هو أيضا كانت له أعمال تجارية. عندك بندر عباس كمحطة مهمة على الساحل الشرقي للخليج. في الساحل الأفريقي هناك موانئ بارزة، أنت تتحدث عن زنجبار، عن منباسة مثلا، هذه كانت من الموانئ المهمة التي كان الأسطول يتركز فيها، أولا سواء من جانب سياسي بحكم وجود الثقل السياسي فيها، أو حتى أيضا من جانب تجاري كمحطات تجارية مهمة. جميل، استراحة بسيطة رفقة لعز المستمعين بعد هذا الحديث الذي تطرقنا فيه إلى ربما صورة عامة للأسطول العماني من ناحية العدد والإمكانات والمهام التي يقوم بها هذا الأسطول، ونحن نتحدث في موضوع هذه الحلقة عن الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. استراحة بسيطة ونعود لنكمل ما بدأناه في هذه الحلقة رفقة ضيفنا العزيز الدكتور محمد بن حمد العريمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونذهب الآن إلى نقطة هامة في الحديث عن موضوع الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني، ونتحدث عن أثر هذا الأسطول
في جانبين مهمين، وهما الأول ترسيخ الوجود العماني في شرق أفريقيا، والثاني العلاقات الخارجية لعمان في عهد السيد سعيد بن سلطان وتوسيع حدود الإمبراطورية العمانية. نبدأ بترسيخ الوجود العماني في شرق أفريقيا دكتور محمد. قام الأسطول البحري العماني زمن السيد سعيد بدور حيوي في سبيل تدعيم سلطة ونفوذ الإمبراطورية العمانية سواء في أفريقيا شرقا أو الخليج شمالا. نأخذ مثالين على كل منطقة. مثلا في شرق أفريقيا عندما أعلن المزارع استقلالهم بحكم منباسا وانسلاخهم عن عمان ولم تجدي المفاوضات السلمية حول هذا الموضوع، جهز السلطان في 1832 وكما أشار الصادق عبدواني في بحثه الهام حملة مؤلفة من 1400 مقاتل وأربع سفن كبيرة و60 سفينة من نوع البغلة، وهي من الأنواع التي تستخدم في التجارة. وبعد ذلك رضخ المزاريع وعادت منباسة إلى حكم السلطنة. جميل. في الخليج أرسل السيد سعيد عددا من سفنه الحربية في عام 1826 إلى البصرة لإرغام حاكمها الباشا على دفع المنحة السنوية المقررة لعمان منذ عهد جده الإمام أحمد بن سعيد. نعرف القصة الشهيرة عندما حاصر الفرس البصرة واستعان واليها العثماني بالعمانيين وقصة السلسلة، قصة نعم سلسلة، لأن الباشا امتنع في السنة المذكورة عن دفعها وتقدر بحوالي 104 ألف ريال ماري تريزا، ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار الأسطورة العماني. هذين مثالين بارزين على دور الأسطورة العماني في حماية الحدود العمانية وتوسعة النفوذ. جميل. نتحدث إذن عن العلاقات الخارجية لعمان في عهد السيد سعيد وتوسيع حدود الإمبراطورية العمانية. السيد سعيد كانت له علاقات عديدة مع عدد من حكام العالم سواء في الشرق أو في الغرب، لم يقتصر فقط على الحدود الإقليمية القريبة بل انطلق. ونعرف يعني معاهدة شهيرة 1833 مع الولايات المتحدة الأمريكية. العلاقات التجارية لعبت دورا كبيرا في هذه العلاقات، كانت له علاقة مع أكثر من 26 رئيس عالمي. أبرز هذه العلاقات كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي انتهت بالزيارة الشهيرة للسفينة سلطانة في 1848. علاقات مع بريطانيا، في البداية كانت علاقات سياسية وكانت هناك علاقات متواصلة لكن انتهت بعلاقات تجارية. نعم، وكانت هناك اتفاقية 1839 انتهت بتبادل سفراء، ثم الرحلة الشهيرة أيضا إلى السلطانة برئاسة أو كانت يعني كان علي السيد علي بن ناصر والي منباسا 1842 إلى لندن. جميل. وأيضا مع فرنسا والقوى الأوروبية المختلفة. نعم مع فرنسا، لأن فرنسا كانت موجودة في جزيرة ريونيون وموريشيوس ومع قوى المنطقة الإقليمية المختلفة. جميل. ننتقل للحديث عن أهم السفن التي كان يتكون منها هذا الأسطول، مثل سلطانة وشاه علم وكارولين والرحماني وغيرها، نتحدث عنها. سفن الأسطول العماني هي سفن عديدة لا يمكن حصرها إجمالا، ولكن على الأقل سنحاول أن نعرج على بعض أبرز هذه السفن. سنلاحظ من خلال ذكر هذه السفن اختلاف الأسماء ولها دلالة، أيضا اختلاف الأحجام، اختلاف أيضا الأنواع. من بين أبرز هذه السفن السفينة ليفربول، يمكن أن نعدها أكبر سفن الأسطول، وهي سفينة حربية بنيت حوالي 1826 في بومباي. كان طاقمها يتكون من حوالي 150 بحار وضابط، بها 74 مدفع، وأهديت بعد ذلك إلى ويليام الرابع ملك بريطانيا، ولا تزال موجودة في متحف غرينتش قرب لندن. السفينة فيكتوريا من اسمها يعني كان في سنة 1840 سنة تولية الملكة فيكتوريا على عرش بريطانيا، وبالتالي كان هذا الاسم تيمنا بهذه المناسبة. أيضا بنيت في مومباي وكانت السفينة المفضلة للسيد سعيد، وتوفي على ظهرها وهو عائد من عمان في 1856. السفينة شاه علم بنيت في مومباي 1819، هي من نوع الفرقاطة وتحمل على متنها حوالي 56 مدفع. الطراد الرحماني وهي بارجة حربية تحمل حوالي 40 مدفعا، بنيت في كوشن بالهند، وهي ليست السفينة التي حطمت السلسلة، ربما تم اختيار الاسم تيمنا تيمنا نعم بتلك السفينة. لديك كارولين
فرقاطة مجهزة بأربعين مدفع بنيت في الهند 1814 وقامت برحلة تجارية إلى مرسيليا 1849، وهذا أيضا يدلل على عمق العلاقات التجارية للسيد سعيد مع دول العالم المختلفة. السفينة مصطفى بنيت 1825 في عمان من مواد أسيوية جلبت من الهند، حيث استورد خشبها وحديدها من الهند، وكان بها حوالي 28 مدفعا. السفينة التوكلي، وهذه ذكرت وردت إشارة عنها في كتاب الفتح المبين لحميد بن رزيق عندما تحدث عن نقل السيد سالم بن سلطان ومن معه حوالي 100 شخص من بركة إلى مسقط في إحدى المعارك التي حدثت. هناك أيضا سفن عديدة مختلفة لا نستطيع أن نتحدث عنها بشكل مطول، أرتميس، بيدمونت، سلطان، وهرمانشا، سليمانشا، نادرشا، إنجلاند، الأماني، شط الفرات. لاحظ حتى الأسماء نفسها تدل على مدى عمق العلاقات السيد سعيد مع القوى المختلفة. أيضا كانت هناك سفينة بخارية، وهو المركب السلطاني البخاري الذي ورد ذكره في مخطوطة قديمة بعنوان إبطال الرق في زنجبار، وهذا دليل على مواكبة التطور الحاصل في صناعة السفن. جميل، ربما أنت ذكرت دكتور محمد اللمحة الحميمية جدا في اختيار أسماء أجنبية لسفن سيد سعيد بن سلطان، وربما هذه تدلل على عمق صلاته ويعني صلات صداقة بشكل واضح. ولكن السؤال الذي نطرحه، هل هناك علاقة بين أسماء هذه السفن وبين طرز السفن هذه؟ بمعنى إذا ما قلنا سفينة فيكتوريا، فهل تحمل هذه السفينة طرازا أوروبيا بريطانيا مثلا، أم أنها فقط سميت تيمنا بالملكة؟ نعم، حدث تطور في صناعة السفن في عهد السيد سعيد بن سلطان، وكما أسلفنا سابقا أن هذه السفن صنعت خارج عمان أغلبها وبالذات في الهند، والهند كانت أيضا تبع للإنجليز، وبالتالي لابد من وجود تأثر بأنواع السفن، خاصة نتحدث عن فرقاطات وبوارج، بينما السفن العمانية هي سفن معروفة، يعني سفن خشبية شراعية، البغلة أو الغنجة أو البدن أو الجالبوت أو غيرها تأخذ أشكال معينة، لكن هذه السفن تأثرت بالطابع الأوروبي بالتأكيد، من حيث الحجم، من حيث عدد المدافع التي بها، من حيث حتى الاستحكامات التي استخدمت فيها. جميل جميل، نتحدث عن سفن أخرى ربما كانت موجودة ضمن قطع الأسطول من السفن التقليدية الأقل حجما. في حديثنا عن الأسطول البحري في عهد السيد سعيد بن سلطان قلنا أن هذا الأسطول هو يستخدم في حالات السلم والحرب، وبالتالي جميل. كان من الطبيعي أن توجد فيه العديد من السفن التقليدية العمانية الشراعية من نوع البغلة، البتيل، الغنجة، البدن، وهذه السفن كانت هي ليست بحجم السفن التي تحدثنا عنها مثل فيكتوريا وليفربول وكارولين وشاع علم، لكنها أيضا كانت تستخدم في حالات الحرب وكانت تحمل من 6 إلى مدفعين. جيد، ربما نحن أجبنا على تساؤل استخدامات هذا الأسطول، فهو يقوم بالمهام العسكرية والمهام التجارية في آن واحد، ولكن يعني ما السبب الدافع وراء يعني تجهيز أسطول بربما أبسط السفن في يعني تحمل مدفعيتها الخاصة وتحمل عدتها الحربية بينما هي تقوم بمهام تجارية؟ ما الدافع الذي جعل من السيد سعيد بن سلطان يجعل أسطوله بهذه الطريقة بهذا الأسلوب؟ التحديات، أنت لديك إمبراطورية مترامية الأطراف، هناك تحديات مختلفة، هناك قرصنة، بالتالي لابد أن تكون مستعد، هناك ثورات تحدث، حالات تمرد، فلابد أن يكون هذا الأسطول مستعد طوال الوقت لمجابهة أي خطر قد يحيط بهذه الإمبراطورية، وهذا الخطر قد يكون خطرا داهما كبيرا تحتاج معه إلى سفن كبيرة، وقد يكون خطرا صغيرا تستطيع، وقد يكون أيضا مفاجئا. مفاجئا نعم. جيد جيد، أهم الأعمال الحربية إذن الذي قام بها هذا الأسطول المرن الذي يقوم بأدوار حربية كيفما كان الحال، وأيضا يقوم بالأدوار السلمية أو التجارية عند القيام بأعمال تجارية.
طيب نتساءل عن أهم الأعمال الحربية التي قام بها هذا الأسطول سواء في آسيا أو في أفريقيا. إحنا أشرنا إلى بعض هذه الأعمال. السيد سعيد بن سلطان منذ بداية حكمه واجه تحديات مختلفة، أولا في توطيد حكمه في عمان، التخلص من منافسيه المختلفين، ثم بعد ذلك مرحلة تكوين الإمبراطورية. لذلك الأعمال الحربية التي قام بهذا الأسطول لم تتوقف منذ أن كان هذا الأسطول صغيرا في بداية 1806، وهي السنة التي تولى فيها السيد سعيد حكم، ورأينا استخدامات لهذا الأسطول في الحروب الداخلية، خاصة في مثلا احنا أشرنا إلى السفينة توكلي، وعندما نقلت أخوه السيد سالم ومن معه من المقاتلين من حصن بركة إلى مسقط، أيضا إخماد بعض الحروب القبلية في عمان في تلك الفترة في مناطق الشرقية أو في مناطق الباطنة. أيضا هذا الأسطول تمكن من قيام بالعديد من الأعمال الحربية في منطقة الخليج، لعل من بينها موضوع البصرة وإخضاع الوالي العثماني الذي رفض دفع المبلغ المقرر سنويا، أيضا حماية الممتلكات العمانية في قشم وجوادر ودر عباس، أيضا في الشرق الأفريقي وبالذات حروبها المختلفة مع المزاريع لإرساء الحكم في منباسة. هذه نماذج بسيطة من بعض أنشطة هذا الأسطول الحربي، من المهام الحربية التي قام بها هذا الأسطول. يعني نرى في هذا المشهد دكتور محمد بأن هناك أسطول بحري عملاق تمتلكه الأمة العمانية في عهد السيد سعيد بن سلطان، مترامي الأطراف ما بين جزئين، الجزء الآسيوي المتمثل في عمان الأم، والجزء الأفريقي في شرق أفريقيا. هذا يعني بأن الأسطول ينقسم إلى جزئين حسب ما كانت تحتاج الإمبراطورية العمانية آنذاك، وهذا يعني أيضا بأن أسطول بهذا الحجم وهذه القوة وهذه التجزئة يحتاج إلى قادة يقومون بشؤون هذا الأسطول. وبالتأكيد السيد سعيد بن سلطان قام بإدارة شؤون البلاد بين جزئين، وكان يقود رحلاته من شرق زنجبار إلى مسقط والعكس بالتوالي. فمن الذين كانوا يقومون بمهام عمل هذا الأسطول أو يسهرون على ازدهاره؟ أسطول كبير كهذا كان بحاجة إلى العديد من القادة المتمرسين في علوم البحار وأيضا في العلوم العسكرية. للأسف المصادر التاريخية لا تذكر لنا الكثير من هؤلاء وبالذات في عمان، وإحنا لدينا شح في المصادر العمانية وشح في التدوين العماني عن في عمان نقصد الأم. نعم في عمان الأم في مسقط عن تلك المرحلة، وأغلب الأسماء التي أتيتنا كانت في فترة الازدهار في شرق أفريقيا. وأيضا كان من الطبيعي لأن السيد سعيد عندما انتقل إلى زنجبار يمكن الأسطول البحري ظهر بشكل يعني أكبر. نعم أكبر بحكم العلاقات التجارية والتبادل التجاري وعلاقاته مع الدول والصادرات والواردات. من بين أبرز هؤلاء القادة الذين ذكرتهم المصادر التاريخية أحمد بن النعمان الكعبي، وهذا الرجل كان أمين سر السلطان الشخصي، قاد السفينة السلطانة إلى نيويورك 1840، يعد أول سفير عربي لأمريكا، قام برحلة بحرية إلى فرنسا، كان يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية. الشيخ هلال بن عبد الله المدي، وكان قبطان السفينة فيكتوريا زمن السيد سعيد وأيضا ابنه ماجد حتى توفي في عهد السيد ماجد. أيضا شخص آخر تذكر المصادر اسمه أنه خميس بن وتان بن عثمان، هذا الرجل كان من أصول عربية من ميناء ينبع في غرب السعودية، درس الملاحة في بريطانيا، كان ملما باللغة الإنجليزية، كان مجال نشاطه البحري في أوروبا ومدغشقر. أيضا حسن بن إبراهيم الفارسي وهو من أصول عمانية، كان يتقن اللغة الإنجليزية، عينه السيد سعيد قبطانا لبعض سفنه التجارية في الخليج والمحيط الهندي، كما عينه في فترة من الفترات أميرا على كل أسطولة. لدينا شخص آخر الياس بن علي السنسري، خدم مدة طويلة كضابط بحري في عهد إلى عهد السلطان برغش. هناك أسماء مختلفة ولكن لا تتوافر لدينا معلومات كثيرة عنهم، مثل قاسم بن منصور الفارسي، حمد بن سليمان البوسعيدي، قاسم بن محمد، سعيد بن خلفان وغيرهم من هؤلاء. جميل، إذن أسماء كثيرة حافلة
كانت تقود الأسطول العماني في حقبة حكم السيد سعيد بن سلطان، هذه الحقبة المهمة التي امتدت لفترة طويلة. مستمعينا الكرام، نأخذ استراحة بسيطة أيضا بعد هذا التساؤل، ثم نعود لكم لاحقا إن شاء الله ونتحدث ربما عن الأسطول العماني، ولكن هذه المرة في عين من شاهدوه من الباحثين الغربيين، وربما ستكون هناك صورة مختلفة أو صورة خاصة بعض الشيء. أهلا بكم دائما وأبدا في برنامج من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في برنامج من التاريخ العماني، نكمل رحلتنا التي بدأناها هذا اليوم في حلقة الحديث عن أسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان، وتساؤل ربما مهرت له قبل قليل، الحديث عن الأسطول العماني، صفاته والكثير مما يخصه، ولكن هذه المرة من قبل الباحثين الغربيين. ما أبرز ما جاء في هذا الجانب دكتور محمد؟ هناك إشارات عديدة إلى وصف هذا الأسطول من قبل عدد من الباحثين ومن المؤرخين، نكتفي بعدد من هذه الإشارات. سجل الليفتنت هارت من الأسطول الملكي البريطاني خلال وجوده في زنجبار عن حجم الأسطول في فبراير 1831 بأنه يتألف من سفينة ليفربول الحربية المسلحة ب 74 مدفعا، وفرقاطة مسلحة ب 50 مدفعا، وأخرى بها 36 مدفعا، وطراد مسلح به 20 مدفعا، وسفينة من طراز بيرك مسلحة ب 10 مدافع. أيضا هناك إشارة إلى سائح أمريكي زار مسقط في سبتمبر 1830 وقام بعد سفن الأسطول الراسية في الميناء، فوجد إلى جانب الفرقاطة ليفربول 5 سفن حربية ذوات 30 مدفعا، إلى جانب 6 سفن أخرى من مختلف الحمولات تحمل واحدة 22 مدفعا واثنتان 18 مدفع في كل منهما. ويندل فيليبس في كتابه أورد وصفا عن البحرية العمانية في عهد السيد سعيد بأنها مكونة من 75 سفينة حربية من ضمنها فرقاطات تحمل بعضها 56 مدفعا، إلى الحد الذي أثار انتباه ودرشة مراقب بحري بريطاني في تلك الفترة، فسجل ملاحظته قائلا أنه لو كان خطر للسيد سعيد أن يسعى من أجل التفوق البحري في المحيط الهندي لوجد البريطانيون أمامهم خصما عنيدا جدا للتعامل معه. هناك إشارة أخرى أوردها إدمون روبرترس التاجر الأمريكي، سجل في ملاحظاته عند ذهابه إلى أمريكا طرفا عن بحرية حاكم عمان بقوله إنه يمتلك قوة بحرية أكثر كفاءة من كل القوى البحرية للأمراء الوطنيين مجتمعين من رأس الرجاء الصالح حتى اليابان، وكتب عن الموارد المالية للدولة وموارده أكثر مما يكفي احتياجاته وهي مستمدة من التجارة، حيث يملك هو نفسه، يقصد السيد سعيد، عددا كبيرا من السفن التجارية ومن أموال الجزية والهدايا التي يتلقاها من أمراء مختلفين. هذه الإشارات جميعها تعطي دلالة واضحة على مدى قوة وضخامة هذا الأسطول وعلى مدى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي كانت تتمتع بها الإمبراطورية زمن السيد سعيد. جميل، نتطرق للحديث عن الصحف الأمريكية وما قالت عن الأسطول العماني، ما أهم ما أوردت دكتور محمد؟ نورد هنا إشارة ظهرت في إحدى الصحف الأمريكية، كتبت إحدى هذه الجرائد واسمها ألتون أوبزورفر نقلا عن جريدة نيويورك إكسبرس في 9 مارس 1839 مقالا تصف فيه مسقط وبحريتها التجارية والعسكرية في أعقاب توقيع الاتفاقية العمانية الأمريكية 1833، وكان عنوان المقال مسقط أسطولها وتجارتها. جاء فيه أن السلطان يملك بحرية قوية تصل ما بين 70 إلى 80 سفينة حربية تحمل كل منها ما بين 4 إلى 74 مدفعا، وأن هذه القوة
تمنحه اليد الطولة في كل موانئ شرق أفريقيا والبحر الأحمر وساحل الحبشة والخليج. وأتى في الجريدة المذكورة ذكر ضباط البحرية العمانية، ويمارس ضباط هذه القوة البحرية المراقبة القمرية ولديهم أجهزة ميقات ممتازة. أيضا جميل. إشارة أخرى تعطيك دلالة عن وضع هذا الأسطول وقتها وتطور العلوم البحرية الذي كان واردا في هذا السياق، والذي ربما لم نجد له إشارات كافية في من قاموا على تطويره وأيضا في من كتبوا فيه. لا بأس، نكمل حديثنا دكتور محمد ونتساءل الآن عن أهم المصادر العمانية التي تضمنت الحديث عن قوة عمان البحرية في عهد السيد سعيد بن سلطان. نعم، يمكن أن نذكر عددا من المصادر والمراجع كذلك العمانية أو التي تناولت عمان، وهي مصادر عديدة لا يمكن حصرها، ولكن أبرز هذه الإشارات عن عهد السيد سعيد وعن قوته وعن الأسطول وردت في عدد من الكتب، من بينها الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين لحميد بن رزيق، جهينة الأخبار لسعيد بن علي المغيري وهو كتاب مخصص حول الوجود العربي العماني في زنجبار، عمان وتاريخها البحري، أيضا عمان منذ 1856 مسيرا ومصيرا لروبرت جيران لندن، عمان وشرق أفريقيا لأحمد المعمري، البوسعيديون حكام زنجبار لعبد الله بن صالح الفارسي، عمان عبر التاريخ لسالم بن حمود السيابي، تقسيم الإمبراطورية العمانية لسلطان بن محمد القاسمي، أيضا الدولة العمانية نشأتها وازدهارها لصادق عبدواني، البحرية العمانية خلال عهد السيد سعيد بن سلطان لإبراهيم العامري، زنجبار في عهد السيد سعيد بن سلطان دراسة اقتصادية أو تركيز على الجانب الاقتصادي للدكتور سليمان المحذوري، تاريخ عمان ويندل فيليبس، وكتب أخرى مختلفة تناولت هذا الوجود، سواء كانت كتب معاصرة كمصادر أو حتى المراجع المختلفة، بالإضافة إلى أننا في الفترة الحالية شهدنا العديد من دراسات الدكتوراه والماجستير التي تناولت هذا الموضوع. جميل، ربما سننتقل للحديث عن موضوع آخر بعد ذكر هذه المصادر، وهو عطفا على ما ذكرناه في حلقة سابقة. كنا قد تحدثنا عن رحلة السفينة سلطانة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يعني في محطتنا لهذا اليوم نستشف بأنه السفينة سلطانة تحظى بمكانة خاصة في قلب السيد سعيد بن سلطان، يعني حيث ولاها الرحلات طويلة المدى والرحلات الرسمية التي تمثله، فبعث بها أحمد بن النعمان الكعبي إلى الولايات المتحدة، وهذه المرة سنتحدث عن رحلتها إلى بريطانيا. ما الذي سنعرفه في السفينة سلطانة أو عن السفينة سلطانة في رحلتها إلى بريطانيا؟ نعم، لابد من الرجوع أولا إلى العلاقات العمانية البريطانية، وهذه العلاقات كانت في مجملها علاقات سياسية خاصة في منطقة شبه الجزيرة. السيد سعيد كان لديه علاقات مع البريطانيين، خاصة وأنه كان يواجه تحديات مختلفة في المنطقة. بريطانيا لم تركز كثيرا على العلاقات التجارية مع شرق أفريقيا إلا متأخرا. عمان كانت علاقتها التجارية مع أمريكا 1833 سبقت بريطانيا، ربما هذا الأمر جعل البريطانيين ينظرون إلى علاقة عمان مع أمريكا بشيء من التوجس، خوفا أيضا من التواجد الأمريكي، خاصة أمريكا دولة ناشئة في الشرق، أيضا استرداد فرنسا لجزيرة ريونيون في شرق أفريقيا وعلاقتها مع السيد سعيد. كل هذه العوامل جعلت البريطانيين يتوجسون من هذه العلاقات ويحاولون بناء أو إعادة علاقة تجارية قوية في شرق أفريقيا مع عمان. لذلك كانت اتفاقية 1839 اتفاقية تجارية مع بريطانيا، وبها بنود مختلفة حول الضرائب وحول الواردات والصادرات وأشياء مختلفة. ربما هنا أن السيد سعيد أراد أن يعني يكسب ود الإنجليز، بالذات أنهم كانوا نوعا ما يعني غير راضين عن اتفاقية مع أمريكا، فأرسل السفينة سلطانة 1842 برئاسة السفير علي بن ناصر ومعه رسائل السيد سعيد إلى لورد أبردين والملكة فيكتوريا، حمل معه هدايا قيمة من بينها عقود من اللؤلؤ والزمرد وشيلان وعطر ورد وأربعة خيول. لاحظ أن السيد سعيد كان يركز في هدايا على ما يميز
الإمبراطورية العمانية، وما يميز الجانب العربي، الخيول والبرود والعطور والعقود الذهب والزمرد. فهذه كانت حول رحلة السفينة سلطانة 1842 إلى بريطانيا. إلى بريطانيا. ربما كان السيد سعيد بن سلطان حسب ما ورد في مذكرات أميرة عربية كان قد قبض أو أدار زمام الأمور في إمبراطورية مترامية الأطراف حتى تاريخ وفاته. بعد تاريخ وفاته نشهد بأن هذه الإمبراطورية المترامية قد تم تقسيمها بمحكم اتفاقية كينينغ من قبل بريطانيا. هل حدث ذات الأمر مع الأسطول؟ هل تم تقسيمه كما حدث في هذه الإمبراطورية بين أبناء السيد سعيد بن سلطان؟ نتعرف على تفصيل هذا الأسطول العملاق الذي كان يتكون من الكثير من السفن العملاقة الصغيرة المتوسطة بأدوار مختلفة وأسماء شهيرة ورنانة في تاريخ البحرية العمانية. ما الذي حدث له؟ نعم، تعتبر وفاة السيد سعيد 1856 نقطة تحول خطيرة في تداعي الإمبراطورية العمانية وتفككها من بعده. السيد سعيد ترك إمبراطورية واسعة الأرجاء من شمال الخليج وعمان إلى راس دلجادو في الجنوب، ضمت عدد أو مساحة كبيرة من المدن والجزر والمناطق. انقسمت هذه الإمبراطورية، وبالذات بعد تحكيم كينينغ. أيضا كان الإنجليز لا يريدون دولة لهذه قوية القوة تتعاظم. من الطبيعي أن ينعكس ذلك على الحياة الاقتصادية، على الوضع السياسي، على كل شيء تقريبا الدولة. ولا تنسى أيضا أن جزء من هذه الأملاك أو هذا الأسطول كان أيضا هو يعود إلى السيد سعيد، وبالتالي هناك ميراث. فهذا الأسطول لم يعد هو الأسطول السابق الذي كان في عهد السيد سعيد. قراءتنا للأحداث السياسية بعد تحكيم كينينغ تدل فعلا أن القوى العمانية لم تعد كما كانت سابقا. بدأنا أيضا نفقد بعض المستعمرات أو بعض الأماكن. بعد ذلك تحولت زنجبار نفسها إلى مستعمرة إنجليزية. كل هذا يعطيك دليل واضح على أن القوة العسكرية والاقتصادية لم تعد كما هي في عهد السيد سعيد. فبالتأكيد تم تقسيم قطع الأسطول بين أبناء السيد سعيد بن سلطان، وبالذات ما بين مسقط وزنجبار. نعم، لديك عاصمتين، ثويني في مسقط وماجد في زنجبار، والأخوة هنا وهناك. والصراع الذي حدث بينهم، كان السيد ثويني يريد أن يوحد أو يعني يريد للأمور أن تظل كما هي في عهد والده، ولكن نعرف أن حملته أرجعت من رأس الحد بواسطة الإنجليز، وبالتالي يعني كانت الأمور تؤول إلى الانقسام. جيد، نصل إلى ختام حلقتنا تقريبا بهذا التساؤل. دكتور محمد، بصفتك باحث في التاريخ العماني وبعد قراءة مختلفة لتفاصيل متباينة في هذه الحلقة من القوة البحرية العمانية في عهد السيد سعيد بن سلطان، ما أهم الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذا الموضوع؟ يمكن أن نستخلص أن الأسطول البحري وقوته في تلك الفترة كانت عامل رئيس في ازدهار الإمبراطورية العمانية. ذلك أن هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف لم تكن لتبقى كما هي عليه لولا وجود هذا الأسطول القوي الذي يحميها. أيضا الاقتصاد العماني وازدهاره كان أيضا مرتبطا بقوة هذا الأسطول. ذلك أن تحول زنجبار إلى مركز صادرات وواردات من وإلى شرق أفريقيا كان وراءه وجود أسطول حربي وتجاري يحمي المنطقة ويقوم بنقل هذه البضائع من وإلى المناطق المختلفة. إذن هكذا مستمعين الكرام كان هذا تساؤلنا الأخير في برنامج من التاريخ العماني، وحديثنا عن الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. من التاريخ العماني. من التاريخ العماني. الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان.
الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. أعزائنا المستمعين، نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من التاريخ العماني، والحديث عن الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان. هذه الحقبة التي تحدثنا عنها كثيرا، واليوم خصصنا الموضوع للحديث عن الأسطول العماني. نجمل لكم أبرز ما تناولناها أعزائي المستمعين، حيث قدمنا لنبذة مبسطة حول الأسطول العماني ما قبل فترة السيد سعيد بن سلطان، ما كان عليه وأيضا ما بعد ذلك. تحدثنا أيضا عن أثر اختيار زنجبار عاصمة أخرى للإمبراطورية العمانية ومقرا للحكم في أفريقيا، بالطبع على القوة البحرية، حيث تضخم الأسطول العماني وأصبح بحاجة أكبر للقوة والمرونة التي تجعل منه قادرا على حماية هذه الإمبراطورية مترامية الأطراف. كان هنالك ذكر للأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان بأنه يحتل المرتبة الثانية بعد الأسطول البريطاني، وذكر ضيفنا العزيز الدكتور محمد بن حمد العريمي بأنه كانت هذه القراءة بسبب أنه لديه سعة استيعابية كبيرة تضاهي 20,000 مقاتل من القوة البشرية. تحدثنا أيضا في هذا السياق عن هذا الأسطول، عن عدد سفنه، أنواعه، المدافع التي كانت تضمها سفن هذا الأسطول، والتي كان عددها تقريبا من 70 أو تتراوح ما بين 70 إلى 100 سفينة. تحدثنا عن صنع سفن الأسطول التي كانت تصنع في مناطق مترامية الأطراف من العالم، حيث كانت تصنع السفن في الهند، كانت تصنع في مسقط، كانت تصنع في زنجبار، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في الكثير من أنحاء العالم كانت هناك سفن عمانية تصنع وبطرز مختلفة. أيضا أعزائي المستمعين، تحدثنا عن القواعد التي كان يتوقف فيها هذا الأسطول سواء في الشق الآسيوي أو الشق الأفريقي من الإمبراطورية العمانية. بعد ذلك تحدثنا عن أثر هذا الأسطول في الجانبين، واتضح لنا ذلك من مجموعة من القصص المهمة التي ذكرها ضيفنا العزيز في ترسيخ الوجود العماني في شرق أفريقيا، أو في العلاقات الخارجية لعمان في عهد السيد سعيد بن سلطان، والتي امتدت في رحلات طويلة اختلفت من منطقة إلى أخرى، وأيضا في توسيع حدود الإمبراطورية العمانية. تحدثنا مستمعينا عن أبرز سفن الأسطول: ليفربول، سلطانة، وشاه علم، وكارولين، والرحماني، أسماء رنانة جدا في تاريخ البحرية العمانية، وأيضا بعض السفن الأخرى، القطع الأقل حجما وما نسميها ربما بالقطع التقليدية في هذا الأسطول. تحدثنا عن هذا الأسطول الذي كان يملك الخيارين، الخيار العسكري والخيار التجاري، وهذا يشي بمرونة كبيرة في أسطول البحرية العمانية في فترة حكم السيد سعيد بن سلطان. أيضا الأعمال الحربية أبرزها التي قام بها هذا الأسطول، وأيضا أبرز القادة الذين قاموا على قيادة الأسطول العماني. مستمعينا الكرام، تحدثنا بالإضافة إلى ذلك عن الأسطول العماني، ولكن هذه المرة بعيون من شاهدوه من الغرب، من الباحثين الغربيين، وأبرز ما وصفوا به الأسطول. أيضا تحدثنا عن الصحف الأمريكية التي تحدثت عن الأسطول العماني وقالت الكثير عنه بأنه يمسك بقبضة حديدية المحيط الهندي ويديره، كونه القوة الأبرز ما بين رأس الرجاء الصالح وحتى سواحل مختلفة من شبه القارة الهندية. أيضا تحدثنا مستمعينا عن رحلة السفينة سلطانة الشهيرة إلى بريطانيا، كما قامت برحلة في غاية الأهمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي النهاية ذكرنا أثر وفاة السيد سعيد بن سلطان على الأسطول العماني، مما أدى إلى تقسيمه وتدهوره بعد ذلك، بعد أن كان يمثل قوة بحرية عالية الجودة في المحيط الهندي. هذه القراءة المختلفة أعزائي المستمعين في
هذه الحلقة وموضوع الأسطول العماني في عهد السيد سعيد بن سلطان تشي بالدور المهم الذي من الممكن أن يلعبه الأسطول العماني أو البحرية العمانية، كون عمان أمة بحرية، هذا الدور الذي يجدر به أن يكون حاضرا على مدار كل الحقب الزمنية. الأسطول الذي كان يمثل الكثير، أسطول في غاية المرونة يقوم بالمهام العسكرية في الحاجة، ويقوم أيضا بالأدوار التجارية في الوقت الذي نرغب فيه في ممارسة التجارة. حلقة حافلة من التفاصيل والمحتوى التاريخي المتجدد والمهم في آن واحد، كانت برفقة ضيفنا العزيز الدكتور محمد بن حمد العريمي الباحث في التاريخ العماني. شكرا جزيلا لك دكتور محمد على هذا الإثراء. شكرا لك أستاذ أحمد، بارك الله فيك، وأيضا الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المستمعين على هذه المرافقة المستمرة في برنامج من التاريخ العماني، ونحن نقدم لكم مواد تاريخية مختلفة حسب التسلسل الزمني الذي أردنا أن نلتزم به في هذا البرنامج. بإذن الله نلتقي بكم في حلقة قادمة وموضوع جديد في برنامج من التاريخ العماني. إلى اللقاء. الأمس هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.